بسم الله الرحمن الرحيم. مقابلة الخور بالنسبة لنا مقابلة جد جد مهمة. الحمد لله دخلنا الأطوار الجد جد بالنسبة لنا مهمة أكثر في المسيرة ديال الفريق. اللهم لك الحمد، الفريق تيبشر بالخير، ولكن في الحقيقة نتأسف لضيع النقط، ولكن نفرح بأن كما قلت دائما الشباب زرعنا صح، فان شاء الله قريبا فناخذوا الحصاد. فالمقابله الخور كما قلت قبل مقابله صراحه لا تقبل القسم على اثنين، لان الان محتاجين نقاط. نلعب مع فريق ايضا مجتهد، لان الفريق لم ينتصر ليومنا هذا، عنده لاعبين ممتازين، فريق عنده تاريخ في الدرجه الاولى، فريق مجتهد انا متبعه. والمقابله بالنسبه لنا ما تتقبل، لان احنا وصلنا واحد الوقت اللي محتاجين النقاط اكثر، الخور ايضا محتاجين النقاط بنفس الطريقه، ولكن البركه في الشباب. الاطمئنان والحمد لله هي من بعد مقابله الدحيل، فريق بلاء البلاء الحسن، فريق برهن وادى على وبين بان عنده شخصيه، وفريق عنده مكانه ديالو في الدرجه الممتازه، وانتصار واحد يخلينا الفوق، لاننا نستحق صراحه كمن مقابل انهزمنا ولا نستحق الهزيمه. الفريق الحمد لله في طريق صحيح، ولكن لا نقبل من غير الفوز، لان الشباب البركه ديال الشباب عازمين باش ياخذوا اللي يستحقوه. قبل كانت هزيمه ولا يستحقونها، والان الحمد لله الشباب عارفين بان بامكانهم يكونوا ند قوي في الدرجه الممتازه، ومع مقابله ان شاء الله مقابله الخور تكون انطلاقه الصريحه والحقيقيه لفريق الشمال اداء ونتيجه.